بعد غياب دام سنوات عاد مواطن المكلا لرؤية هذه المشاهد التي تحولت فيها شوارع مدينتهم إلى ما يشبه ورشة عمل لإعادة رصف وتأهيل الطرقات الرئيسة التي ظلت تشكو من الخراب والإهمال منذ كارثة فيضانات عام 2008. الآليات والمعدات الثقيلة تقوم بإزالة الطبقات الإسفلتية القديمة والمتهالكة وإعادة رفع المواقع المنخفضة لإنجاز طبقات جديدة. أما هنا فيتم الإعداد لتجهيز طبقات خرسانية في بعض المواقع المعرضة لمخاطر تدفق مياه السيول. أكثر من 13 مليون دولار أمريكي هي ما قالت السلطات بالمحافظة في سبتمبر الماضي إنها أنفقته على مشاريع الأشغال العامة والطرق، تضاف إليها 25 مليون دولار كمنحة من البنك الدولي لدعم مشاريع مختلفة في مجالات البنية التحتية بمدينة المكلا. لكن العمل الجاري في إنجاز هذه المشاريع يصاحبه جدل واسع حول الخشية من افتقادها لمعايير الجودة إسوة بمشاريع سابقة كلفت خزينة المحافظة مبالغ باهظة. لنتفاجئ فيه أنه بعد 4 أشهر 5 أشهر يبدأ الطريق أنه خلاص ينتهي وضعه، تبدأ الحفريات. أنا ألح أنه لابد يكون فيه مراقبين على العمل مشرفين. هذه فلوس دولة، هذه فلوس ناس، الشعب أولى بها. تروح في طرق وبعد 4 أشهر الناس تبكي منها. والشيء الأهم والأهم المجاري برضو والصرف الصحي تلعب دور كبير معهم. ليش قبل ما يسوون أي مشروع يهم الطرق والجسور ليش ما يروحون يلصقون مع إدارة الصرف الصحي؟ ليش ما يقفلون البيارات اللي تنزل فيها؟ بعد فترة بيقول لك والله المجاري هي اللي خربته علينا. طيب ليش ما يكون تنسيق بينهم من البداية؟ في مشاريع تؤتلفت من قبل ولم تستمر إلا 6 شهور، منها خط باعبود، يعني لم يستمر هذا الطريق إلا 6 شهور أو 5 شهور وحفريات عودت إليه. نتساءل هل هذه المشاريع نفذت بجودة عالية ومعايير؟ خلال الأيام الماضية قمنا بطرق أبواب الجهات المختصة والمشرفة على هذه المشاريع، على رأسها مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالساحل. علنا أن نجد إجابة لتساؤلات الشارع وحق المواطن في الشفافية ومعرفة آلية ومدى جودة معايير تنفيذها، بيد أن محاولاتنا وصلت لطريق مسدود برفض مسؤولي تلك الجهات المختصة الحديث والإجابة عن تساؤلات مواطنيهم. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.